صرح رئيس حزب العمل عمير بيرتس بأنه لا احتمال للتحالف بين حزبه عقب انضمام أورلي ليفي أبكسيس مع حزب إيهود باراك أو حزب ميرتس لخوض الانتخابات الوشيكة. وقال بيرتس إن دمج حزب العمل مع حزب باراك أو حزب ميرتس سيصعب إمكانية التقارب بين حزب العمل والأحزاب الأخرى التي تسعى لإحداث التغيير السياسي في إسرائيل. وتأتي هذه التصريحات عقب الانتقادات الداخلية والخارجية في معسكر اليسار وحزب العمل لخطوة التحالف مع حزب جيشر برئاسة ليفي أبكسيس والتي تعرف بمواقفها اليمينية.